يو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الأخ محمد زين الدين من الجزائر. رمضان مبارك كريم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. لم يتبقى منه إلا بضعة أيام معدودة، مر بسرعة كبيرة كالسهم الطائر علينا. لذلك نتمنى أن الله عز وجل سيتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وكل عباداتنا بإذن الله. اللهم بلغنا رمضان عام المقبل بإذن الله. أما اليوم فجئتكم بأحسن برنامج عربي أثر في هذا رمضان. هذا لا يعني أن باقي البرامج لم تؤثر فيها ولم يكن لها صدى في حياتي، بينما هذا البرنامج وهذه الحلقة خاصة التي جئت بها اليوم أثرت فيها بشكل كبير. اسم البرنامج هو قلبي اطمئن، يعني من العنوان هذا فقط تستوحي بعض الأفكار عن الكونسبت الخاص بالبرنامج. وهذا البرنامج هو عبارة عن إنسان يذهب يسول ويجول في الوطن العربي ويقوم بمساعدة بعض الناس الذين هم في حاجة وفي أمس حاجة للمساعدة. وحلقة اليوم سوف نذهب معهم إلى مصر، وستجدون لينك الفيديو في الديسكريبشن يعني في صندوق الوصف. قبل كل هذا ما عليكم إلا الاشتراك في قناتي إن جئتم جدد، وما عليكم إلا تفعيل زر التنبيهات أو الجرس الموجود محدد زر الاشتراك، ولا تنسوا الاشتراك في حساباتي في الانستغرام تويتر فيسبوك، تجدون كلها في صندوق الوصف. أما الانستغرام فهو فوق، وكذلك لا تنسوا زر اللايك. وصلوا المقطع هذا إلى 500 لايك، مع العلم أنه عندي 40,000 مشترك. 500 لايك ما هو عدد إلا قليل، فلنشاهد الحلقة اليوم. اللهم اجعل كل قلوب الأمة المسلمة مطمئنة يا رب. 1 2 3 يلا. قلبي اطمئن. الصياد، موضوع الحصة اليوم الحلقة الصياد فيشر. مصر يعني البحر للكثيرين منا أشياء عديدة، فهو عند البعض مصدر للذكريات، والبعض الآخر يعتبره متنفسا يخرج الإنسان أمامه كل ضيقه، أما آخرون فتربطهم به قصة كفاح طويل لا يعرف أسرارها سوى أياد كدت وشقت في أمواجه المتقلبة. كلام منطقي وواقعي، فأنا في البلد الذي أعيش فيه وفي المنطقة التي أسكن فيها البحر هو مصدر رزق للكثير من العائلات. المنطقة في شمال الجزائر بالتحديد في مدينة تنس. قصتنا اليوم مع ياسر. ياسر، اللهم يسر أمورنا يا رب. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. بسم الله نبدأ سعادة جديدة. هذا كونسبت الحلقات. حاسب يا شيخ حاسب. والشيء الذي أعجبني في هذه أقدم الميكروفون، الشيء الذي أعجبني في هذا البرودكشن أو إنتاج هذا البرنامج، يعني الترجمة بالإنجليزية واللغة العربية الفصحى لكي تكون مفهومة في كل الوطن العربي كان أو العالمي. بس الشيخ شوف الضرب من هنا ولا لا؟ شوف الضرب من هنا ولا الأمور تمام؟ ممكن تشوفه؟ ها الله يبارك فيك. بس اتاكد لي ده ضرب ولا لا. من الجنب ده. هنا. فين خطه؟ هو ياسر صياد قارب غير صالح للاستخدام، بلا عمل ومديون. اللهم يسر على ياسر ويسر على كل المسلمين يا رب. جميل كده، مية مية. شكرا. سوف أشرح الموقف هذا للناس الذين لم يفهموا هذا الموقف، يعني القالب الجديد الذي وبمحادثة هذا الإنسان الذي يحمل الحقيبة أو المحفظة على ظهره، يقول للبحارة أو لياسر والناس الذين هم معه، يعني هل في هناك خدش على قاربي الجديد؟ هم يعتقدون أن هذا القارب هو قارب هذا الإنسان الذي يحمل الحقيبة في ظهره أو المحفظة، وهم لا يعلمون أن هذا القارب هو ليس ملكا له. تابعوا الحلقة لكي تفهموا أكثر. طيب إذا ممكن شيخ، ممكن بس عايزني. عاملة كم دي؟ 28. هو يسأله على سعر القارب،
وهو ياسر يقترب من الإنسان الذي جاء كدلال خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شو أخبارك؟ القبلة العربية. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. شو رأيك في المركب؟ مركب جميل. جميل. أنت صياد ولا؟ أنا صياد. هنا في المنطقة؟ صياد. ما شاء الله. هو الإنسان يعرف كل شيء على ياسر، يعني لا أعرف المصدر ولكن يعرف كل قصة ياسر، يعني يعرف أن فيه دين، يعرف أنه لا يعمل حاليا بسبب عطل في القارب، وهو يسأله لكي يأكد. شو السيد عندك؟ ماشي؟ يعني تشكروني أزيدكم. شو العبرة من هذا الإنسان؟ يعني كل كلامه فيه حكم على حسب اعتقادي أنا. هذا الإنسان أثر في لأنه كل كلامه فيه حكم، يعني تعطي يعني دروس لكل العالم. هناك ناس عندها كل خيرات، صحة، مال، عمل، كل شيء عندها، ولا تجدها يعني حامدة وشاكرة لله عز وجل. بينما هذا الإنسان في يعني في مواقف، يعني في موقف في حياة، في situation جد صعبة، ولكن كلامه والحمد لله والحمد لله والحمد لله وسبحان الله. يعني الله عز وجل قال لعباده يعني اشكروني وأزيدكم. يعني في كلام في آيات الله عز وجل هناك آية حول هذا الموضوع. أنا أعتذر لتلخبطي حاليا لأنني متأثر، أقسم بالله أنني متأثر بهذا الإنسان. كل مجتهد له نصيب. أنت من متى صياد؟ الاجتهاد. يعني اقول لك صياد، يعني مش صياد ولا تشتغل ايه ولا صيادة؟ صياد. ها؟ ما شاء الله. تشتغل في المكان ده؟ وايه المهنة؟ ماشي الحمد لله ولا فيها رزق؟ الحمد لله. يعني بتسد المعيشة ولا اللي الصياد هنا؟ والله الصياد هنا مش كله. أنت من أي ناس؟ أنا من الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الله يبارك فيك والنعم. الله يبارك فيك. طيب أنت عندك مركبة؟ عندي مركبة قديمة كده. يعني نفس دي ولا أقدم؟ قديمة عندي خالص. بس تشتغل فيها؟ والله بقالي حوالي 3 شهور. هذا الشهور ما نزل؟ يعني ما اشتغل؟ عادي عادي. يعني نهائيا ما ينفع للصيد؟ لا طبعا. طيب انا شفتك جاي بمركب جد. انا كنت جاي بمركب جد حتى اعمل معهم كده يعني. اشتغل معهم. بس مركبك انت وقفته. ايوه. سبحان الله. سبحان عندك الله. عندك عدة صيد وكذا ولا؟ عدة قديمة بالعكس. طيب كيف نمشي؟ يعني هذا السؤال اللي كيف نمشي انت امورك؟ يعني انت العدة قديمة والمركب قديم وكل شيء. كل شيء ربنا بيدبره. ربنا بيدبر لنفسه حاجة. كل شيء ربنا بيدبره، هو الإنسان بيدبر بنفسه حاجة. كل من عند الله، كل كلام هذا الإنسان حكم والحكمة، وأن عليك الاجتهاد والتوكل على الله عز وجل. يعني أن الله عز وجل كل أمرك، رزقك وسلامتك وصحتك كلها بيد الله، ما عليك إلا أن تكون مؤمنا مطيعا بإخلاص لله عز وجل، وسوف يكون رزقك على الله. وهذا يعني حكمة يجهلها الكثيرون، يعني يجهلون هذا الشيء فيغوصون في دوامة الحياة، يعني ويقعون ضحية للحياة ويجرون وراء الدرهم والدنانير وينسون الله عز وجل الذي هو بيده مفتاح الرزق ومفتاح كل شيء. سبحان الله. كلام ياسر أثر في الدرجة لا يمكن تصورها صراحة يا إخواني. سبحان الله. كلامه كله حكم. بس انت اطلع ومشي. هذا المركب لك. لا اله الا الله. سبحان الله. هذا المركب سبحان الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. سبحان الله. ان الله رزاق. سبحان الله. احنا جينا عشان نعطيك هذا المركب. يا سبحان
يعني ربنا بعثكم لي من هناك كده تعطونا هذا المركب. والله العظيم هذا والله هذا يقولي من هناك لحد المركب. والله انا جينا عشانك عشان اعطيك هذا المركب. فكافئكم انا ازاي يعني؟ ما تكافئنا في جميلة ده ازاي؟ هذا بينك. وكم من فقير في الدنيا هو غني واغنى الاغنياء عند الله عز وجل. يعني احنا كده نستنيك توصل هنا ولا اله الا الله. هناك المركب، المركب جديد تقدر تمشي فيه امورك، احنا عارفين انه مركبك قديم. بارك الله. انتوا تعلموا عني انه مركبي قديم؟ ايوه. تعال حسنك أول. سبحان الله. هاي الوحدة العربية، هاي الوحدة الإسلامية، التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ولا أعرف أن عندك دين والدين إن شاء الله هذا يتسكر إن شاء الله. الله يكتب لك الخير، ربنا يزيدك وربنا إن شاء الله يوفقك وإن شاء الله أمورك تمشي تمام. وثق تماما أن رب العالمين يعني ما أرسلنا هنا إلا لسبب. أنا واثق تماما طول ما رب العالمين موجود هنشوف ناس طيبين وحلوين زيكم كده حبايبي. الحمد لله. ربنا في الله سبحانه وتعالى. وأنت تسلم. وهذا توفيق من رب العالمين إن سبحان الله. ربنا تماما إن الدنيا بخير والناس إن شاء الله. الحمد لله. الآن تقدر تشوف مركبك تستمتع. الله يبارك فيك. شكرا شيخ. سامحنا. الله يبارك فيك. أنا عايز أعمل لكم أي واجب. والله ما في واجب غير إنك عاجز عن الشكر وعاجز عن الواجب وعاجز عن واجب عن كل حاجة أعملها. هذا توفيقك. وأنت تستاهل. في الوطن العربي هناك الكثير من الناس هم في أمس حاجة للمساعدة. هناك حروب، هناك سرقة، هناك بعض البلدان تعاني الفقر، وفي بعض أجزاء الوطن العربي هناك بعض من الناس يعيشون في طرف، يعيشون في ثراء ويعيشون في غنى كبير. أنا من موقفي هذا لا أحسد أي أحد في هذه الحياة، وأنا راضي بما قسمه الله عز وجل على عباده. ولكن اعلموا أننا لو كنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، وإن كان هو أثرى وأغنى الأغنياء، اعلموا أنه لن يرتاح حتى يصبح كل فرد من أمته في راحة نفسية مادية وصحية. فلماذا لا نعتبر بسيد الخلق رسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لا نساعد؟ بل مشكلتنا أننا ننتظر أولو الأمر وننتظر الحكام لكي يساعدوننا في الوقت الذي نستطيع نحن نساعد بعضنا البعض. وإن تكلمت عن هذا الموضوع بكل خفاياه وبكل ظواهره بواطنه فإنني لن أنتهي إلى غاية العام القادم. فما عليكم إلا العبرة والاعتبار من كل هذه المواقف التي ترونها في هذه الفيديوهات وفي هذه التجارب الاجتماعية، واعلموا أن سعادة إسعاد أشخاص آخرين لا تضاهي بأي سعادة أخرى. ولا تنسوا الحكم التي قدمها لكم ياسر من هذه الحلقة، وتجدون رابط الحلقة الكاملة في صندوق الوصف. فاعلموا أن الله عز وجل لا يضيع عباده، واحمدوا الله واشكره على كل النعم. وإن كنتم ترون أنفسكم في أسوأ الحالات فالحمد لله كثيرا على كل حال. أنا عجبته الحلقة ما عليه إلا الضغط على زر الاشتراك وزر اللايك، وصلوا المقطع إلى 500 لايك لكي أستمر في هذا الستايل. ومن فهم رسالتي ما عليه إلا بالتعليق بتعليقات تحفيزية وإيجابية، ومن لديه انتقاد فلينتقدني. ولا تنسوا الاشتراك في حساباتي الشخصية كل من أراد أن يتواصل معي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Peace.